قمة مصرية كويتية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. مصر وبيلاروسيا يوقعان مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون مشترك بين البلدين. قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب 5 مجازر جديدة بقطاع غزة تسفر عن استشهاد 47 وإصابة 61 آخرين. أهلا بكم إلى بانوراما الثامنة التي تأتيكم عبر قناة النيل الأخبار. تحية لكم وإلى تفاصيل هذه الجولة. عقدت قمة مصرية كويتية بقصر الاتحادية بين رئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، الذي وصل إلى القاهرة في زيارة تعد الأولى له منذ توليه الإمارة في ديسمبر الماضي. وتناولت القمة سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين البلدين والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية. وكان الرئيس السيسي قد استقبل أمير دولة الكويت بقصر الاتحادية، حيث أجريت لضيف مصر مراسم الاستقبال الرسمية، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة أمير دولة الكويت، وعزف السلام الوطني للبلدين. هذا وقد منح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير دولة الكويت الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح قلادة النيل. وتعد قلادة النيل أرفع الأوسمة المصرية وأعظمها شأنا. الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السيدات والسادة، زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت زيارة هي الأولى لسموه منذ توليه مقاليد الحكم بالبلاد، وتأتي لتحظى بترحيب كبير على المستويين الرسمي والشعبي لما تتميز به العلاقات المصرية الكويتية من خصوصية وروابط أخوية وثيقة بين البلدين تعود إلى قبل عهد استقلال دولة الكويت الشقيقة. وتقديراً للمكانة المرموقة والمنزلة الرفيعة، وتوثيقاً لعرى الصداقة وروابط الوداد لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، يتفضل فخامة السيد رئيس الجمهورية بمنح سموه قلادة النيل. وقلادة النيل لها المقام الأول بين الأوسمة المصرية وأرفعها قدراً وأعظمها شأناً. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لدى وصوله مطار القاهرة الدولية. واصطحب الرئيس السيسي الشيخ مشعل الأحمد إلى قاعة كبار الزوار بالمطار. Thank you.
السادة، ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة سفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد سفير، بعد تحية، مصر والكويت مسيرة ممتدة من التعاون البناء، كيف ترى أهمية زيارة أمير الكويت خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة؟ يعني هذه الزيارة فعلا بتأتي في توقيت بالغ الأهمية. أولا بالنسبة للاعتداء الإسرائيلي والحرب المستمرة على قطاع غزة، والتشاور بشأن الجهود المصرية المستمرة سواء لوقف إطلاق نار مؤقت مقابل تبادل بعض الأسرى بين الجانبين، ورفع الحصار ومنع التهجير القسري، أيضا المساعدات التي تتدفق على الجانب المصري، ولكن إسرائيل ما زالت تعوق حتى الآن. فيتم التشاور وتبادل الرأي بالنسبة لهذا الموقف، وهل من المنتظر أن يتم فعلا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، على ضوء أيضا الجولة التي يقوم بها وزير خارجية بلينكن، وهو كان في الأردن وسيتجه إلى إسرائيل. أيضا ملف آخر مهم هو الأزمات العربية الأخرى، الأزمة اليمنية وما فيها من تعقيدات، رغم أنها كانت قطعت مسارا مهما للتوصل إلى تهدئة واقتراب من الحل. الأزمة السودانية ودور مصر فيها باعتبارها العمق الاستراتيجي لمصر. الأزمة السورية وحالة الاحتقان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. الأزمة الليبية. كل هذا تمهيدا للقمة العربية التي ستعقد في مايو، شهر مايو الذي يبدأ غدا في البحرين، وبالتالي التنسيق من أجل التوصل إلى مواقف عربية مشتركة، خاصة أن الصف العربي محتاج إلى لم الشمل الذي لم يمكن تحقيقه سواء خلال قمة الجزائر ثم بعدها قمة السعودية. فكل هذه الموضوعات ملفات، إلى جانب طبعا ملف العلاقات الثنائية. نعلم أن لمصر جالية كبيرة في الكويت، والجالية دي تسهم بدور مهم في عمليات التنمية والإدارة وغيرها. في الكويت وجالية كويتية موجودة في القاهرة في مجالات التعليم والاستثمار، لأن الكويت لها استثمارات. فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي سيد سفير، يعني الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر، إلى أي مدى ممكن أن يسهم ذلك في زيادة الاستثمارات بين البلدين؟ ده موضوع مهم في الغاية في الحقيقة في الظرف الحالي، على أساس أن مصر يعني تبدأ مرحلة اقتصادية جديدة، فده يتوقف على المشروعات التي سيتم عرضها والتي تهتم بها الكويت الجانب الكويتي، وكيف أنه سيدخل في استثمارات في هذه المشروعات، لأن المرحلة القادمة فعلا في مجالات عديدة للمشروعات، ولكن طبعا المستثمر هو الذي يختار المشروعات التي يرى أن يستثمر فيها. أيضا التبادل التجاري، التبادل التجاري ضعيف، يعني حجمه 500 مليون دولار وضعيف بما لدى مصر من إمكانيات للتسيير، فده يعني همة رجال الأعمال أن يعني يقدمهم سلع مصرية تتنافس مع المنافسين الآخرين الذين يصدرون إلى الكويت. فأيضا بالنسبة في التبادل المالي والنقدي والتبادل الثقافي والتعاون الثقافي بين البلدين والتعاون الإعلامي، كلها مجالات يعني رحبة مستمرة سيتم البناء عليها، يعني هي لن تخلق من العدم وإنما هي موجودة وسيتم البناء عليها. تمام. شكرا جزيلا معالي السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص قيادتي مصر وبيلاروسيا على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي، أشار مدبولي إلى وجود فرص واعدة للاستثمار في البلدين، مبديا تطلعه إلى زيادة معدلات السياحة البيلاروسية إلى مصر. في إطار تطلع مصر وبيلاروسيا لإعادة وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، جاءت زيارة رومان غولوفيتشينكو رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا في أول زيارة له لمصر. وخلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في جلسة مباحثات موسعة لمناقشة سبل التعاون المشترك،
تم توقيع العديد من الاتفاقيات المختلفة، منها توقيع اتفاق بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز نظام التجارة المشتركة في إطار جهود التعاون والتنسيق المستمر بين مصلحة الجمارك المصرية ولجنة الجمارك الحكومية ببيلاروسيا. كما جاءت مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين البلدين تهدف إلى تبادل الخبرات لتعزيز مناخ الاستثمار والأعمال مع الهيئة العامة للاستثمار في مصر. تسعى الحكومة المصرية من جانبها في إطار جهودها للإصلاح الهيكلي إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر زيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة. لذا قامت الحكومة المصرية بتقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات لتحسين مناخ الأعمال، وذلك بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال إجراءات تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وبدء النشاط. كما جاءت مذكرة التفاهم الثانية مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية البيلاروسية بهدف تعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية. ويسعدني أن أؤكد على أن العلاقات الوثيقة بين بلدينا تمتد إلى كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والسياحية، حيث أن الإمكانيات البيلاروسية في إنتاج المعدات والميكنة الزراعية والجرارات معروفة في كافة ربوع الريف المصري، وتساهم جهود بلدينا في زيادة معدلات التصنيع المشترك في هذا المجال وغيره من المجالات التقليدية والمستحدثة سواء بسواء، فضلا عما توفره مصر من مزايا وحوافز يمكن الاستفادة منها من جانب المستثمرين البيلاروسيين. كما أشار مدبولي إلى التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك بين البلدين في الفترة المقبلة. وقد تطرقت مباحثتنا اليوم مع معالي دولة الرئيس الوزراء إلى سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وكيفية حل التحديات التي تواجه الجانبين في زيادة هذا التبادل التجاري، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية وأيضا الصناعات الثقيلة. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء البيلاروسي أن هناك العديد من المجالات والفرص المتاحة في البلدين، وهي فرص واعدة يمكن الاستفادة منها خاصة في مجال الصناعة لزيادة التعاون بين البلدين. بيلاروسيا ومصر حققت العديد من الإنجازات في التعاون التجاري على الرغم من العوائق وعدم الاستقرار في العديد من المناطق في العالم، خاصة في المشكلات المالية والاقتصادية في العالم التي أثرت بشكل كامل على العلاقات الاقتصادية مع دول عديدة. أود أن أقول لقد وقعنا اليوم العديد من مذكرات التفاهم الهامة في تطوير العلاقات بين مصر، وستعزز من شروط التعاون بين مصر وبيلاروسيا. كما شهد رئيس وزراء البلدين منتدى الأعمال البيلاروسي المصري بحضور العديد من رجال الأعمال من البلدين لعرض سبل التعاون المشترك في العديد من المشروعات لفتح آفاق استثمارية جديدة بين البلدين. عودة قوية للعلاقات التاريخية المصرية البيلاروسية تبلورت في إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات المختلفة، وجاء على رأسها التعاون في مجال الصناعة، وهناك أيضا العديد من الاتفاق على استغلال الفرص الواعدة بين البلدين لضرورة الانتهاء من هذه التحديات والفرص التي يمكن استغلالها خلال الفترة المقبلة ولتحقيق التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا. روسيا. أحمد أبو الحسن أني للأخبار. أكد رئيس الوزراء أن مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة الترتيبات اللازمة وعملية التنظيم التي تتم لذلك المؤتمر المقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده في أواخر يونيو المقبل.
أكد دانس باتشاروفيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك أن لقاءه مع رئيس السيسي كان مثمرا وبناء للغاية، وأنه سيكون بداية لانطلاقة أكبر في العلاقات بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وشدد بيتروفيتش على أهمية العلاقات الوثيقة التي تربط القاهرة وسراييفو، مشيرا إلى إمكانية زيادة التبادل التجاري بين القاهرة وسراييفو. من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن أمل مصر في تعزيز مستويات التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة دراسة سبل جديدة لتعميق التعاون التجاري بين القاهرة وسراييفو. يتواصل العدوان الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة لليوم السابع بعد 200 على التوالي، وسط مخاوف وتحذيرات من شن قوات الاحتلال اجتياحا بريا لمدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك في وقت تستعد فيه حركة حماس لتقديم ردها اليوم على اقتراح بشأن اتفاق هدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح رهائن الإسرائيليين في سياق المحادثات الجارية عبر الوسطاء، وذلك بعد 7 أشهر من اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وتبقى كثير من المحاور وثيقة الصلة بتداعيات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، تستعرضها معكم آلاء حامد. إليك يا آلاء. شكرا ريهام وأهلا بكم مشاهدينا. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تحقيق مستقل في المقابر الجماعية التي اكتشفت مؤخرا في قطاع غزة، وشدد غوتيريش على أن العائق الرئيسي أمام توزيع المساعدات في غزة هو انعدام الأمن لموظفي الإغاثة والمدنيين، داعيا إلى إصدار تعهد بفتح معبرين بين إسرائيل وشمال قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات. وناشد غوتيريش جميع من لهم نفوذ لدى إسرائيل أن يفعلوا كل ما في وسعهم لمنع الهجوم العسكري على رفح، محذرا من أن أي خطوة من هذا القبيل ستكون تصعيدا لا يحتمل. وفي غضون ذلك، دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني إلى إجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل والاعتقال التي تعرض لها موظفو الوكالة، وذلك بمجرد انتهاء الحرب على غزة. وقال لازاريني إن إسرائيل منعته من دخول غزة الشهر الماضي، وإنه يعتزم زيارة القطاع مجددا الأحد المقبل، معربا عن أمله في أن يسمح له بالدخول. الأونروا هي أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية في غزة، ويتولى موظفوها البالغ عددهم 13,000 إدارة المدارس والخدمات الاجتماعية للاجئين الذين يشكلون غالبية سكان القطاع. وفي عمان، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه سيقدم إلى المسؤولين الإسرائيليين قائمة بالإجراءات التي ما زالوا بحاجة إلى اتخاذها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأوضح بلينكن في أعقاب محادثاته مع كبار المسؤولين الأردنيين، أوضح أن أولى شحنات المساعدات المباشرة من الأردن إلى معبر إرس بشمال غزة ستنطلق اليوم. وطالب وزير الخارجية الأمريكي حركة حماس بقبول مقترح ينص على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. هذا وواصلت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم السابع بعد 200 على التوالي، وذلك باستهداف منازل المدنيين والمرافق والبنية التحتية. وذكرت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر أسفرت عن استشهاد 47 شخصا وإصابة 61 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. في قطاع غزة يبقى الحال على ما هو عليه منذ نحو 7 أشهر من العدوان الإسرائيلي. الدم والدمار أثران لا يخلو منهما مكان في القطاع المنكوب. وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت ارتفاع ضحايا هذا العدوان إلى أكثر من 34,500 شهيد ونحو 78,000 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي، بعدما ارتكبت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة عددا من المجازر أسفرت عما لا يقل عن 47 شهيدا. وفي تلك الصورة التي تتشح بالسواد في غزة تبرز إحصاءات القتل من أثر العدوان في كل مكون
مكوناتها. فقد أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن أكثر من 10,000 مفقود لا يزالون تحت أنقاض البنايات المدمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وأن آلاف الجثامين تتكدس تحت أنقاض الأبنية التي خلفتها آلة الحرب الإسرائيلية. مظاهر الحياة في قطاع غزة هي ذاتها مظاهر الموت، فتحت وطأة الدمار وتحلل جثامين الشهداء يؤكد الدفاع المدني أن أهالي غزة يعيشون مأساة بالغة في ضوء ارتفاع درجات الحرارة وتحلل الجثامين، ما نتج عنه انتشار الحشرات والأوبئة التي ستعصف دون شك خلال أشهر الصيف بالصحة العامة في القطاع. درجات الحرارة المرتفعة التي أضحت أحد مكونات المشهد السيء في قطاع غزة تشير إلى الحاجة الملحة لغذاء صحي وماء صالح للشرب والاستخدام بكميات كافية، وإلا فالبديل سيكون عقباه هلاك الأطفال والشيوخ وأصحاب الأمراض من أهل غزة. وهناك في فسيفساء العدوان على غزة تكثر مكونات الخطر، حيث أكدت السلطات المعنية في قطاع غزة أن منازل المواطنين والأبنية المدمرة والطرقات لا تخلو من القذائف والقنابل غير المتفجرة التي يخشى انفجارها بين اللحظة والأخرى، ما يشل كل أشكال الحركة الآمنة في القطاع. وهكذا يبدو أن المأساة في قطاع غزة لن تنتهي في المستقبل المنظور، فرئيس وزراء دولة الاحتلال يواصل الرقص فوق جسد هذا القطاع، مؤكدا البدء في عمليات ترحيل المدنيين من مدينة رفح الفلسطينية استعدادا لاجتياحها، مشددا أيضا أن آلته العسكرية لن تتوقف حتى تحقيق كامل أهدافها، وأنه لن يرفع يده عن القطاع حتى في المستقبل. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من رام الله دكتور تمارة حداد الكاتبة والباحثة السياسية. دكتور تمارة، بعد التحية، يعني رغم التحذيرات الواسعة من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، إلا أن هناك إصرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اجتياح رفح وعلى الإعلان عن ذلك، كيف ترين هذا الموقف؟ بداية تحية لكم ولقناتكم الكريمة. بالفعل نتنياهو قبل عدة ساعات صرح ببيان وأشار أن مهما كان هناك ترسيخ بهدنة مؤقتة أو حتى مهما كان أشهر هذه الهدنة، فإنه سوف يتمم عملية استكمال واقع الدخول منطقة رفح بشكل مبرر. هذا إشارة أن نتنياهو يرضخ لأعضاء الحكومة اليمينية الائتلافية المتمثلة بين كثير وسموتريتش. هؤلاء كلا الطرفين حتى هذه اللحظة يصرحان عبر الإعلام ويهددان نتنياهو في أي عملية تحقيق صفقة أو عملية ترسيخ هدنة حتى لو كانت مؤقتة، فإن عملية واقع عملية تحقيق هذه الهدنة سوف يتم عملية انسحابهم من الحكومة اليمينية الائتلافية. هذا إشارة عملية الانسحاب، هذا يعني حل الحكومة. فبالتالي نتنياهو في مأزق فعلي، هو مأزق يعني ما بين أعضاء اليمين المتطرف وأيضا مأزق ما بين أهالي المحتجزين الإسرائيليين، بالإضافة إلى الضغوطات الداخلية التي يعاني منها نتنياهو، بالإضافة إلى المعارضة الإسرائيلية المتمثلة بلابيد والآخرون، بالإضافة إلى واقع الضغوطات الدولية التي تشير يجب ترسيخ هدنة مؤقتة في واقع قطاع غزة. نعم دكتور تمارة، بالحديث عن الضغوطات الدولية، فكل ذلك وهذا الإصرار على اجتياح بري لرفح الفلسطينية تزامن ذلك مع زيارة جديدة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، وتصريحات يعني حول ضرورة وقف إطلاق النار والاتفاق على يعني أي هدنة بأي شكل من الأشكال، وأن توافق حماس أيضا في هذا الإطار على إطلاق سراح المحتجزين. إلى أي مدى ربما تحمل هذه الزيارة من بلينكن الجديد هذه المرة للضغط على إسرائيل؟ للأسف كل زيارات وزير خارجية أنتوني بلينكن دائما تتأتى ليس بالأمر ترسيخ الهدوء،
كلما كان هناك زيارة لوزير الخارجية الأمريكي كلما هناك استمر في وقع التصعيد، وهذا ما شهدناه في التجارب السابقة. كلما كان هناك زيارة كلما دخل مناطق قطاع غزة، كلما كان هناك زيارة كلما استمر العدوان على قطاع غزة، كلما كان هناك زيارة كلما استمر التصعيد بالتحديد في منطقة قطاع غزة. وبالتالي هذه الأزيار لم تتأثر بأي جديد، وباعتقادي هذه الزيارة لها علاقة بالبعد الأمني، لها علاقة بترسيخ ممر نيس كريم، الممر الذي يفصل المنطقة الشمالية عن المنطقة الجنوبية. الآن الواقع الإسرائيلي مسيطر وأيضا مصمم على عملية إبعاد كل المواطنين عن المناطق المحيطة في منطقة ممر نيس كريم، بالإضافة إلى القصف الجوي لهذه المنازل حتى يتم توسيع هذا الممر. بالإضافة أن أيضا هناك سوف يكون استكمال واقع الميناء البحري أو الرصيف البحري الذي يقوم بإنشائه هو الولايات المتحدة الأمريكية. ناهيك أن زيارة وزير خارجية أنتوني بلينكن سوف يتم زيارته لمعرفة ما أين وصلت بناء القاعدة الجوية البرية في صحراء النقب، هي قاعدة أمريكية بحتة، بالإضافة إلى يعني قربها من القاعدة الجوية الإسرائيلية. فبالتالي هذه القاعدة البرية التي تكتسع 23,000 جندي أمريكي سوف تتواصل مع ممر نيس كريم بالإضافة إلى الممر البحري. هذا إشارة أن ما يحدث الآن على أرض الواقع هو تغيير جغرافي وديموغرافي تحت إطار ضوء أخضر أمريكي. فبالتالي هذه الزيارة باعتقادي أن فشلت وقع هذه الهدنة على أرض الواقع باعتقادي أن نتنياهو يتحضر للدخول إلى رفح. وهذا اعتقاد خلال الثلاثة أيام قادمة من 70 ساعة اعتقادي أن القادم الأيام سوف يتم الدخول إلى رفح. ثم أن هذه المنطقة يريد أن يحقق النصر السام بالنسبة لنتنياهو ونصر السام بالإضافة إلى قضاء. نعم دكتور تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية كنت معنا على هواء مباشرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها حيال التدابير غير المتناسبة التي تتخذها الشرطة الأمريكية لتفريق محتجين مؤيدين للفلسطينيين في عدد من الجامعات وفض خيام الاعتصام. وقررت جامعة كولومبيا الأمريكية فصل عدد من الطلاب المحتجين على عدوان إسرائيل المتواصل ضد الفلسطينيين في غزة. كما شهدت عدة عواصم أوروبية التنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة والمطالبة بتقديم المسؤولين الإسرائيليين للمحاكمة. احتجاجا على العدوان الجائر على قطاع غزة ورفضا للدعم الأمريكي والغربي السياسي والعسكري لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، اشتعل فتيل المظاهرات في الولايات المتحدة وأوروبا وبوصفها الداعمة الأكبر للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. كانت الولايات المتحدة كذلك الساحة الأكبر لما وصفت بالانتفاضة الطلابية والشعبية ضد الممارسات الإجرامية التي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 110,000 فلسطيني، فضلا عن الفظائع الإنسانية وتدمير البنية التحتية والنزوح الجماعي. الاحتجاجات التي بدأت بتجمعات طلابية سلمية للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العدوان على الفلسطينيين سرعان ما تحولت إلى مظاهرات حاشدة تنطلق من خيام معارضين انبدرت في معظم الجامعات الأمريكية بفعل ما وصفت بالفاشية الأمريكية واستخدام العنف والقوة غير المبررين في فض تلك الاحتجاجات. جامعة كولومبيا التي تعد أكبر صروح العلم في العالم كانت كذلك شاهدا على أكبر إجراءات لقمع الحريات في العالم، حيث قررت إدارتها فصل الطلاب المحتجين لعدم انصياعهم للتوجيهات الأمنية بفض الاعتصامات. وفيما وصف بتطور كبير تمكن الطلاب المعتصمون في جامعة كولومبيا من التحصن داخل قاعة هاملتون هول بالمبنى الأكاديمي بالحرم الجامعي، ما يصعد المخاطر في صراعهم مع مسؤولي الجامعة. وفي رد فعل على الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وقمع الحق في التعبير عن الرأي في الولايات المتحدة، أبدت الأمم المتحدة انزعاجها الشديد من إجراءات إنفاذ القانون ضد المحتجين بالجامعات الأمريكية.
وفي أوروبا الذراع الآخر لإسرائيل انفك المحتجون في تنظيم مظاهرات احتجاجية في مختلف العواصم دعما لفلسطين، وقابلتها أيضا بلاد الحريات بذات القمع والعنف. ففي باريس قامت الشرطة الفرنسية بفض اعتصام لطلاب مؤيدين لفلسطين نصبوا خياما داخل جامعة السوربون الشهيرة. وكيفما كان الحال في الولايات المتحدة وفرنسا، كان الحال في بريطانيا وكندا وإسبانيا وعواصم أوروبية عديدة، رفضا لعدوان ضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. قضت محكمة العدل الدولية بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مضيفة أنها ما زالت تشعر بقلق بالغ إزاء الأوضاع في غزة. وكانت نيكاراغوا قدمت دعوة تتهم فيها ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة تستعملها في قطاع غزة. وهنا مشاهدينا ما زلنا مستمرون معكم في بانوراما الثامنة مساء على شاشة قناة النيل للأخبار، ولكن مرة أخرى عودة للزملاء أشرف عبد الحليم وريهام رجائي. تفضلي ريهام. شكرا لك يا آلاء. بالفعل الأحداث تتواصل على مدار هذه الساعة الإخبارية الشاملة. أعلن الجيش الأمريكي أن جماعة الحوثي أطلقت 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن وثلاث مسيرات من اليمن باتجاه السفينة سيرلدس بالبحر الأحمر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه تم الاشتباك وتدمير مسيرة تابعة للحوثيين دون إصابات أو أضرار لدى التحالف أو السفن التجارية. في المقابل أكد المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع استهداف مدمرتين أمريكيتين وسفينة سيكلادز في البحر الأحمر، فضلا عن استهداف السفينة MSC في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة. وأوضح أن تلك السفينة التي كانت متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي عمدت إلى استخدام أسلوب الخداع والتمويه بدعوى توجهها إلى ميناء آخر. قتل شخص على الأقل وأصيب 9 أشخاص في غارات روسية على مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا. هذا وقد كثفت روسيا في الأونة الأخيرة من هجماتها على السكك الحديدية الأوكرانية الضرورية. وصرح مسؤول أمني أوكراني أن روسيا تسعى من خلال ذلك إلى شل الإمدادات العسكرية وبخاصة المعدات الغربية بهدف شن هجوم جديد على البلاد. بانوراما المستمرة معكم وفيها بعد الفصل. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية مشروعي مراكز القيادة التعبوية التكتيكي لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي. أما وقفتنا الاقتصادية في بانوراما الثامنة فيأتينا بها محمد عبد الحكم. إليك محمد، ما الجديد في المال والأعمال؟ طبعا هناك نشاطات كثيرة لوزير التجارة والصناعة على رأس النشرة. شكرا مريهام وشكرا أشرف، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية. أبرزنا فيها: وزير التجارة يؤكد دعم الشركات العاملة بالسوق المصرية لتيسير إجراءات الاستثمار. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير حرص الوزارة على تقديم جميع سبل الدعم الممكن للشركات العاملة بالسوق المصرية بما يسهم في تيسير إجراءات الاستثمار وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المستهلكين. جاء ذلك خلال تفقده لمقر الشركة الدولية للصناعات والمشروعات يرافقه رئيس الوزراء بيلاروسيا. وقال وزير التجارة
إن الزيارة استهدفت الوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء، إذ تقدم خدمات ما بعد البيع والصيانة بمختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الشركة تستهدف خلال السنوات المقبلة أن يتجاوز المكون المحلي 30%. أكد رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية حسن مبروك تراجع أسعار الأجهزة المنزلية بنسب متفاوتة خلال المرحلة المقبلة، وقال مبروك إن الأسعار ستتراجع مع تقليل تكلفة صناعة الأجهزة المنزلية مع استقرار تدبير العملة وتسهيل الإفراج الجمركي لمستلزمات الصناعة واستقرار سعر الدولار، وأشار إلى أن الدولة تعمل بقوة لدعم الصناعة المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة وتسهيل دخولها، وكذلك القضاء على السوق السوداء للدولار لتوفير احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة وتحقيق وفرة للتصدير لتدبير العملة الصعبة. انخفضت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم، حيث هبط المؤشر الرئيسي إيجي 30 بنحو 6% ليغلق عند مستوى 24448 نقطة. كذلك انخفض المؤشران إيجي 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة وإيجي 100 الأوسع نطاقا بنسب بلغت 4.9% و5.2% على التوالي. أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي أن الاقتصاد الألماني تجنب الركود في بداية العام الجاري بنمو طفيف لكنه أكثر من المتوقع بفضل الصادرات والاستثمار في قطاع الإنشاءات، وإنما الاقتصاد الإنمائي في الربع الأول مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2% مقارنة بالبيانات المعدلة عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة، وتوقع محللون نمو الناتج المحلي في ألمانيا بنسبة 1%. وعدل مكتب الإحصاءات بيانات الربع الأخير من العام الماضي إلى انكماش بنسبة 5% مقارنة ب 3% في تقديرات سابقة. ارتفعت أسعار النفط العالمية بعدما ساهمت محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي عقدت بالقاهرة في تهدئة لمخاوف السوق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون أي دلائل بشأن أسعار الفائدة. وزادت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنحو 0.3% لتصل إلى 88 دولارا و67 سنتا للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنحو 0.4% لتصل إلى 82 دولارا و93 سنتا للبرميل. يتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي رغم انخفاض أسعاره مع ارتفاع الدولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.6% ليصل إلى 2320 دولارا و54 سنتا للأوقية. وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنحو 0.1% لتصل إلى 2331 دولارا و10 سنتات للأوقية. نهاية النشرة الاقتصادية، نعود من جديد إلى الزملاء ريهام وأشرف. شكرا محمد لهذه المتابعة الاقتصادية. نواصل متابعتنا. أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة مقدم من 21 عضوا بشأن استضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي. وأحيل طلب المناقشة العامة إلى عدة لجان نوعية بالمجلس لإعداد تقرير عما ورد به من توصيات. إيمانا بأهمية دور القطاع الزراعي في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الانتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية والعمل على جذب الاستثمارات في ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية، جاءت المناقشة العامة التي شهدها مجلس الشيوخ بشأن مستقبل التصنيع الزراعي في مصر. الأعضاء اتفقوا خلال مداخلاتهم على أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو 9.8 مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو 13 مليون فدان بحلول عام 2030.
وشدد النواب على أنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وفي مقدمتها الحصيلة الدولارية يكون من الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا لا سيما في القطاع الغذائي وتقييم حجم الاستفادة منها لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة في تحقيق أهدافها التنموية. وأوضح النواب أن القطاع الزراعي من القطاعات ذات الفرصة الاستثمارية الكبيرة في الفترة الحالية سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو التصنيع الزراعي الذي يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للحصيلات الزراعية بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائي وتقليل الفاقد منه وإضافة قيمة اقتصادية من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة حجم التصدير وتوفير العملة الأجنبية لا سيما وأن عائد تصدير السلع الغذائية المصنعة قد يصل إلى 10 أضعاف أسعار المحاصيل الخام. وأكد النواب أن القطاع الزراعي يمثل أهمية كبيرة في توفير فرص العمل بالقرى والمحافظات من خلال خلق مئات الفرص داخل المجمع الصناعي الواحد. وطالب النواب بضرورة تسهيل إنشاء مجمعات صناعية بالقرى تقوم على استخدام المحاصيل الزراعية وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق خطة الدولة في التنمية المستدامة بالقرى. وشددوا على أهمية كشف سياسة الحكومة وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي بهدف الوقوف على ما تقدمه الدولة من دعم للقطاع التصنيع الزراعي وكيفية التوسع فيه وتوفير الأراضي اللازمة له بمختلف المحافظات باعتباره أمر مهم يحقق خطة الدولة في توفير العملة الصعبة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية. وطالبوا بضرورة الوقوف على العقبات التي تواجه الراغبين في الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي بالقرى والمراكز بالمحافظات، كما دعوا إلى ضرورة تشجيع المستثمرين الكبار والصغار على إنشاء مشروعات تصنيع زراعي ووضع خريطة واضحة للنهوض بالتصنيع الزراعي بما يتماشى مع توجهات الدولة ويحقق خطتها في زيادة حجم الاستثمارات والتصدير وتوفير فرص العمل وتوفير العملة الأجنبية. من مجلس الشيوخ محمد شعبان، النيل للأخبار. شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعي مراكز القيادة التعبوية التكتيكي لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوية. المرحلة الرئيسية للمشروعين تم تنفيذهما على مدار عدة أيام في إطار حملة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعي مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي واللذان تم تنفيذهما على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب ياسر كمال الطودي قائد قوات الدفاع الجوي كلمة أكد خلالها الاستعداد الدائم لرجال الدفاع الجوي الذين يواصلون الليل بالنهار لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي. وقد تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات، وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من المشاركين في أسلوب إدارتهم لمواقف العمليات خلال مراحل التنفيذ، مشيدا بإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وقدرتها على إدارة عمليات مشتركة لمجابهة التحديات الجوية المختلفة. كما التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الدفاع الجوي. ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم لحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة المستويات، مؤكدا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بنظم وأساليب التدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية وفقا لأحدث النظم العسكرية في كافة التخصصات بما يمكنها من تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.
وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى المراحل الرئيسية التي تضمنت عرض القرارات والإجراءات المنفذة من الجانبين، وناقش عددا من القادة والضباط في تنفيذهم لمهامهم واتخاذ القرارات المناسبة أثناء إدارة العمليات، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر. حضر المراحل قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. ختام أخبار الثامنة، تذكير بأهم العناوين. قمة مصرية كويتية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. مصر وبيلاروسيا يوقعان مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون مشترك بينهما. وقوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب 5 مجازر جديدة بقطاع غزة تسفر عن استشهاد 47 وإصابة 61 آخرين. بهذا نصل إليكم إلى ختام ساعتنا الإخبارية الشاملة. شكرا لكم وإلى اللقاء.